يعني أن كل جامعة من جامعات الوطن سوف تقوم بدراسة أو قد قامت خلال هذه السنة بدراسة للإمكانات المتوفرة على مستوى الولاية، الإمكانات المادية، الإمكانات البشرية، الاقتصادية، الصناعية، وسوف تتأقلم الجامعة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي. وفي هذا المخطط الخاص بها الذي سيكون مخطط متوسط المدى وبعيد المدى سوف ينعكس حتما على الخارطة الجامعية الجديدة التي ستأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات، بحيث الجامعة ستصبح عنصر فعال وحيوي في التنمية المحلية أولا ثم الجهوية ثم الوطنية. أي هذا يعني أن الخارطة الجامعية ستتغير حتما من خلال إنشاء تخصصات جديدة لها علاقة بالواقع الجديد الموجود في كثير من الولايات. وهذا يعني أن مثلا باطنة الآن نحن في حاجة إلى تخصصات لها علاقة بالميكانيك، فصناعة السيارات مثلا تحتاج إلى حوالي 10 أو 15 تخصص، وصناعة السيارات عندما تتطور بهذا الشكل تحتاج إلى يد عاملة متخصصة وإلى مهندسين وتقنيين من ذوي المستوى العالي، ولا يمكن أن نجد هؤلاء إلا في الجامعة. وعليه فإن الجامعة مطلوب منها أن تتكيف مع محيطها بالإضافة طبعا